وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذة نور شهاب، عضو وحدة التحقيق الخاصة. مرحبا بك معنا في نشرة الثالثة، وهل حدثتينا عن أبرز ما تم التطرق إليه في المؤتمر؟ بداية أمسي عليك وعلى السادة المشاهدين بالخير. وفيما يخص المؤتمر الذي عقد بمناسبة مرور 10 سنوات على إنشاء وحدة التحقيق الخاصة، فإن انعقاده كان برعاية كريمة من سعادة النائب العام الدكتور علي بن فضل البعينين، وهذا الأمر يعكس الدعم اللامحدود اللي أولاه سعادة النائب العام لوحدة التحقيق الخاصة في سبيل أنه يتواصل عملها وفقا للمعايير والاتفاقيات الدولية. وخلال جلسات المؤتمر اللي انعقد عبر تقنية الاتصال المرئي، تم طرح عدة محاور رئيسية تتلخص في الجهود الوطنية المبذولة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان ومراحل تطور التشريع البحريني ومواكبة الاتفاقيات والمعايير الدولية، بالإضافة إلى استعراض الدور الفاعل للأجهزة والآليات الوطنية في تحقيق العدالة الجنائية. كما وشهد هذا المؤتمر في جلساته مشاركة من نخبة من القانونيين والحقوقيين، من السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة من دول مجلس التعاون الخليجي، وبحضور رؤساء وأعضاء الأجهزة الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان وعدد من الخبراء القانونيين والحقوقيين. الأستاذة نور شهاب، عضو وحدة التحقيق الخاصة، شكرا جزيلا لك.